السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما كتشوفوا في العنوان هذا غيكون ريفيو على التراك الاخرين ديال الروفيكس والسماكي. كاين بزاف ديال الناس ما كتفرقش ما بين الريفيو والرياكشن. الرياكشن الناس كتعجبها بيرسوناليتي ديالك وكتدخل تفرج فيك، دونك رد الفعل ديالك، يعني كيف ما كانت رد الفعل ديالك، ماشي ضروري تشرح لبنادم التراك في وسط الرياكشن، على عكس الريفيو كتشرح وتفسر لبنادم الكلام. دونك اليوم غيكون الريفيو على التراك الاخرين ديال الروفيكس وغاناليزيوه مزيان من احسن الزيت. دونك نبداو نسمعوا وميم طوي دابا هادشي حاجه نهضروا عليها. هاد الفيديو غيكون بلان بالهضره وغنبدا نوقف دابا ساعه، يعني اللي ما جي غير باش يتمزك وصافي بلا ما يكمل من الاحسن. غتلقى التراك في الديسكريبشن. وقبل ما نبداو كنرحب بالناس الجداد اللي شاركوا معنا في الشانيل، وكنشكر كاع الناس اللي عجبتها الرياكشن ديالي اللي عملت على الروفيكس والسماكينغ. راكم عزازين وغاليين اخوت. اما ديك الفئه قليله اللي باغي غير تهضر وسلام، راه تما كتبقى الخاوه ديالي بلا ما تحمق راسك وتسناني نخلي 300 ديال الناس اللي عجبتها الرياكشن على جوج ديال الناس اللي ما عجبتهمش. شغلك هذاك واسمه الخير في راسك ديزابونيتي من الشانيل. بلا ما نطول عليكم، بحال دائما اللي اول مره كيشوف هاد الوجه هذا يهود دابا يخبط واحد لايك وفرقع اكبر سبسكرايب، واذا كنتي ديجا من لا فامي عمل واحد لايك وواحد كومونتير اللي زوين يشجعنا ويحفزنا نزيدو نكملو في الدومين. وما بقى لي غير نقول لكم نبداو الريفيو ديالنا الدراري. ريمونتادا سماكينغ روفيكس فيت روفيكس. اوكي جباري برودكشن، يعني يمكن لبالي انتاج ديكتيد باي اي بي اش الاول يصاوب لهم كليب. سلاحي في يدي ومشارجي عدياني الخاص. سلاحي في يدي ومشارجي، اظن ويتا بغا يقصد بها او لهاد بوش لاين بغا يقصد بها بان اللي فتش عليه عيجبرو السلاح ديالو مشارجي، يعني واجد اللي اداه عادي يندم بالعربية. اوكي كمل. تعصي غالي بلاش نقلي غنقلبو المنطب باص غين تبو حدك لي تطي من دول هاد الناس انا مفطي كيف غاد سنعس وحنا يا فرس عليك نضربو الكاس ولدي وحكتو في الفرق ولي فحالك مبعت للي كتحب علي وكتب من البعت عند بارو تشكي تبريت وتزدحت كلشي فرح قالو من نرتحت عند بارو تبريت وتزدحت كلشي فرحان وقالو من نرتحت. دونك الساعة اللي وقف طبيعة الحال الهيترز راه بحال اللي قالوا صافي هذا مبقاش يعطي في الراب زعما، يعني بحال خرجوه من الجيم، يعني هو كان معروف مالك ذا قوة فيه ومالك ذا كلاشات. الساعة اللي وقف قالوا مات للحوت زعما. ولكن أنا كنت هضرت في واحد فيديو قلت بأن الروفيكس وقف ماشي على شي حاجة، هو كان قال في واحد فيديو ديالو يعني قادر يكتب في أي ساعة وقادر يخرج تراك في أي ساعة، علاش؟ يعني بسبب الظروف العائلية اللي كانت واقعة له وكانوا نضلوا له شي صداع آخرين. نقدر نقول لكم بلي هو أول واحد هضر على الدولة وأول واحد زعما هضر على شي حاجة في السياسة بلا ما يجيو للقرية ويقول بأن هو الأولي اللي هضر على الدولة وكذا. دونك كاين واحد سميتو الروفيكس واللي كان ولد القرية كيسمع به ديجا كنهضر على هادشي هادي سنين. دابا كنقول لكم من 2011 2012 هيداك، يعني كملوا الدراري. ولد قريه سحب لو تكيمنت بحال شي بعضين وتقمعت، يعني اش غنقول لك؟ دابا هو فراسكم بانه كان العشي ولد القريه. ولد القريه ملي كان في الحبس يعني قبل ما يربي كان كيسمع بالروفيكس، يعني الحبس ديالهم تما كانوا كيتمزكوا عين الروفيكس، يعني ولكن كيمزكون في ديك الحبسه. حتى جا واحد النهار وتلاقاه وكذا وقال له علاش ما سمعتيش معايا الفيتورينغ. دابا الروفيكس يعني صافي عمل عقله السيد وكذا، مابقاش كيهضر على الدوله، مابقاش كيجبد ديك الامور هذيك. حتى واحد المره قال له انا عندي شي فيتورينغ انا وياك ممكن نشوف فيه الدوله. السيد يعني صافي نقدر نقول لكم بان سنانو طاحوا في كلاشات، ويعني صافي طلع له فراسو داكشي، فهمت؟ يعني دواز ركاب لهاد الموجة واعتال اللي عتا، فهمت؟ يعني ما يزيدش يحمق راسو في هاد الكلاشات هادو، فهمت؟ ومعروف بنادم اللي كيتبع هاد الكلاشات هادو منين كيصف. دونك هو قال له لا، يعني ملي ولد قرية عرض على الروفيكس خرجوا فيتورينغ مع بعضنا ونكلاشيو فيه الدولة، الروفيكس قال له لا، يعني جا نيشان ماشي يتكيمن ولا شي حاجة غير وكان بأن هادشي طلع له في راسو، فهمتي؟ ولد قرية يعني تاع يجي واحد الوقت ويطلع له هادشي في راسو. دابا سحاب له تكيمنت كيف ما قال الروفيكس في الديسكو، ولد قرية سحاب له تكيمنت. نكملوا. وانا صراي فيه ما قدرتش نخلي كريديت ثاني يوم البعث، يعني بحال اللي قلت لكم الدراري السيد كان كيضرب على المستقبل ديالو بيستيلو براول لو تبارك الله عليه، يعني كان كيضرب على شي حاجه اللي احسن باش يعوض الامور ديالو ويرجع للراب كيف ما وعدنا كيف ما كتشوفوا. دابا نكمل. ديدين كلاش ودربات ولاد نعاودوها. الكريديت ثاني يوم البعث ديك لاش ودربات هاد العيوب بنات من عند منجات
ديدين كلاش وحتى العيوب بدات من عند من جات. يعني اش غنقول لكم اخوتي، المساله ديال ديدين وليت بدروا با صراحه، يعني العيب من عنده جا، هادشي اللي بغى يقصد روفيكس، العيب من عند ديدين جا. ما عرفش زعما واش ديدين بغى يركب على الموجه لا شر روابا ديال المغرب، ما عرفش زعما شني ناوي. الراب كيبقى غير جيم، يعني غير لعبه، اما في الواقع يقدروا يتلاقاو وكذا ويهضروا مع بعضهم ويسلموا بحال ما وقع حتى شي حاجه. بحال اللي قال لي واحد الكومونتير عجبني واحد الشخص هذا جزائري، فهمتي؟ حتى هو جبدت معاه الموضوع على ديدين وكذا، قال لي هذيك باش يهزوا النيفو في الراب. الجزائريين والمغاربه يزيدوا يطلعوا في النيفو، كاش صار كيطلعوا النيفو في الراب. انا كنستنتج بان كاين جوج كلاشات، كلاش نولد قريه اللي كان غير كيسمع بالروفيكس ملي كان في الحبس، يعني قبل ما يرابي وقبل ما يعمل بوز. روفيكس راه قديم اخوتي، روفيكس نقدر نقول لكم البدايه ديالو في 2001 او 2002، يعني كيتعتبر من قدامين ديال الراب. شني هو خاطر السايل ديالو ديال كينغسترز، اللي هذا السايل هذا ما فيهش الحس ديال كابا وما فيه حتى شي حاجه، يعني هذا السايل هذا كتهضر على شي حاجه اللي واقعيه وكيكون فيها الكلاشات بزاف. والروفيكس اخوتي كيتعتبر مالك ديال الكلاشات، اللي ما كيعرفوش يقلب على الماضي ديالو، يقلب مزيان 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 عادي هضر. اوكي نكملوا. وانا رجعت في الحساب جمعت سيد عيا صابر يعني خصوصا دابا كنلاحظوا شي روابا بحال لي السايل ديال الراب بدا كيفقد القيمه ديالو، ما بقاش ديك الراب اللي كنا كنسمعوه شحال هادي. يعني الراب كيف ما كنعرفوا حنا شي حاجه اللي اولد سكول، ما كاينش ديك الحس ديال كابا وداكشي اللي كوميرسيال. كاين بنادم اللي كيعمل الراب باش ياكل طريف ديال الخبز. كملوا. واللي دفنوني تحت الارض ما عرفوني من طلعت. واللي دفنوني تحت الارض ما عرفوني من طلعت، يعني ديك الناس اللي كانوا كيقولوا صافي روفيكس ماتلو الحوت. انا قلت لكم الدراري روفيكس ما ماتلوش الحوت، يعني كان ضارب على شي بلانص ديالو اللي حبس الراب، دونك في اي ساعه كان يقدر يرجع. اوكي صاحبي شي داير القوه في عنده، راه بزاف الدراري والله واعرين كينغ ديال كلاشات اخوتي والله. وعا كيقول لك ديدين بندقي، دونك ما كنظنش زعما ديدين يقدر على هاد السطا هذا. ماشي كانني مغربي جيت مع الروفيكس، لا، اول حاجه الروفيكس زايد عليه خبره وقديم، وثاني حاجه راه الناس كامل كتعرف بان الروفيكس مقود في كلاش، حتى شي واحد ما يقدر يجيب كلاشات بحالو. واللي كيقول زعما ديدين غيقدر يكلاشيه زعما ولا عادي يفوت في كلاشات وكيف ما كيقولوا بندقيه، جرب. اوكي كملوا. اوه هادي واعر. انا ما تبعت ما طمعت ولا شديت الماني وركعت، يعني بحال اللي عملوا شي روابا غير كيبدا طالع كتجي شي فرصه كذا فلوس، هضر على موضوع فلان فلاني كذا، ما جبتش هادي، يعني كيبقى بحال اللي نقول لكم كيبقى بحال شي روبو، يعني كيبقى عبد، يعني ما كياخذش الراب كفن، كياخذو ككوميرس ولا شي حاجه اللي عايز بها العاقه. دونك الروفيكس ماشي مهذا النوع. كملوا. يا هما سبب غيابي في الدومينو تحت، لا كنت مريقي جبرني نجحت في حصار وخطلعت. سمعت شنو قال؟ لا كنت مريقي جبرني نجحت في حصار وخطلعت، يعني اللي كان كيعمل بحال الروابا اللي طالعين دابا وكان كيمسح كابان بنادم وكذا، عاد جبرو بطبيعه الحال، جبرو هو من الاوائل. شنو هو ما عملش هذا الراب هذا بحال اللي قلت لكم باش يجيب به العاقه، يعني الا كان مريقي بحال اللي قال لكم جبرو طلع، لان السيل ديالو هرب بزاف الدراري وشي حاجه اللي مقوده. نتوما كتسمعوه وردوا لي خبر في الكومنتيرات. اوكي كمل. كبر معصية عملتها بغيت نتوب قالو تكردعت، والفلطة فيا ماشي في الأقوى وتبيتت فيهم دلعت، وقف كل من غادي ها الصم اخوتي. الصراحة انا الصم ما كنتمزقلوشي بزاف الدراري، جاني عنده واحد الهيبة في الصوت ديالو وحتى الفلو ديالو فلو خطير عنده. انا ديجا تمزقت له في الفيديو اللي سبق اللي كنت عملت رياكشن. كملوا. في كل واش ماشي بالعاني راهي مش عمر ما ثاني ساعتي ماشي بالحطاني قصة ما كاين تبانتي بالوين وجهي مقود وماشي حسين قلبي بياض وشبريني لقا مص لا يا فاك لا دا نص لا دا تسوق بغاو الحق لقا فاك جيني فاس زعما دوق اي سكين نور بسبيلو سنين عمر نديلو هادي راني ترانكيلو دماغكم في بريفي 100 كيلو هادو بغاوني نكون معاهم حكا باش نسمعوا الدراري واحد النويطه قال لك جيني فاس بلا ما تدق، ما عرفناش هنا على من ضرب ماشي في القوى وتبيت فيهم دلعت كل من غاني في كل وحش ماشي بالعاني راه الموت عمره ما ثاني ساعتي ماشي بلا في كل وحش ماشي بالعاني راه الموت عمره ثاني قصه
ما كاين تما نجي من وين وجهي مقود وماشي حسين قلبي ديالو شبريني نقد موت لا يا فوق لا دات نفس ولا دات السوق بغاو الحق نقد فوق جيني فاس بلا ما دوق جيني فاس بلا ما دوق دونك كيهضر على ديك الروابا اللي كيكراشي الواحد وما كيجبدوش سميتو كنظن واقيلا هيدا قصه فهاد البوش لاينات كملوا الدراري تكيمنو غير بستيلو هادي واعر هادي عجبتني بزاف تكيمنو غير بستيلو غريب كتابة بنادم كيتكايمن يعني هاد الكلاسات الدراري كتبقى قضية الكلاسات كتبقى غير لعبة وسلام هادشي كيبقى في وسط الراب أبار الراب حاجة أخرى أوكي كملو يعني ترانكيلو دماغكم في بريفي 100 كيلو هادو بغاوني نكون معاهم حكا كي سهل كتاب ومخير بينا معكسة يا انا ماشي كير يا انا مقصة احنا اللي علمنا ولادنا كيف تعبر خاصة حصة انا غدر راب الاولى احنا اللي علمنا ولادنا كيف تعبر دونك صراحة الله يعني صم ماكينغ تا هو كيتعتبر من اقدم الناس في الدومين بحال يقول لك هاد النيو جينيراسيون اللي طلعه زعما فرحانه بالراب راه كاين واحد سميتو صم ماكينغ والروفيكس قدامين في الراب الناس اللي طالعين دابا جدادين ما عارفينش الراب اصلا كيفاش عامل دونك فاش فتحوا عينهم فتحوا بان الراب بيش الاوتوتين يعني هذا ما كيتعتبرش راب دونك دخل لي في الراب دخل الاوتوتين هذا ماشي راب اوكي كملوا على هاد الراب اللي ولا مودا ماشي جميع الرابيروس وانما هاد الصيل اللي ولاو ماشيين به دابا ما الصيل ما تلعب جيكم نيشان شوفوا الراب كيفاش كان شحال هادي وقارنوه مع الراب دابا وردوا لي الخبر كنهضر مع الناس النيو جينيراسيون اللي ما عارفينش بان الراب دابا الصحه عامل بحال هكا شكون لي هدر من الشهور جيت تحضر جوج حومه قبل ما تفكر يسبعد حناهم العشره ستيلك واللي كيكتب على الضعافه بلعت بيونا في القيمه المضافه عاد نويتها بزاف الدراري بلعت بيونا في القيمه المضافه كيفا كنشوفوا التراكاز ديالنا سيدي ألا لا الروابا اللي عاد باينين كتشوف الحديد زعما وكتشوف الشراب وكذا يعني بحال كيبغي يبين لك بانه عايش الرفاهيه وفي واحد الصوره اللي يعني بحال كيبغي يبين بنادم بانه عايش حسن منك فهمت يعني هو كيشراب كذا الغبره بعد الروابا كيبينوا في كليباس ديالهم فلوس يعني فهمتي ما خصنا حتى شي خير ما خصوش داكشي تورى في كليباس يعني الهدف من الراب هو توعي بنادم يعني توصل لواحد الميساج باش يفيق من القلبه كتوصل لواحد الميساج هو كيتحشاش كيكمل يعني بحال كتعلم نيو جينيراسيون اللي طالعين حتى هما يكملوا فهمت ولكن الا جبتي شي حاجه اللي غادي تفيد الواحد غادي توعي الواحد بانك كتريني مش حاجه مزيانه في حياتك اولا جبتي في التراك ديالك بانك قريتي ونجحتي وكبرتي وطلعتي فهمتي كاين شي حاجه بحال هكا يستافد منها بنادم على الاقل تعالج واحد المشكل اجتماعي بواحد اخر يشوفها غادي يتانسبير منك كملوا كاملين كيتسوطوا ودموع بوبري كارتون الطغيان باش الشعب يسفر باغي نموت وانا 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 باغي نموت شفتوا الخدمه كش عامله شفتوا الرجعه اللي رجع بها الروفيكس دونك بلا ما تحل مقراسك الروفيكس دخل سخون في هذا الجيم وغيبقى يترش لك في العيد كيف ما سموا التراك ريمونتادا رجعه الروفيكس از باك ما فاكر والحاجه اللي واعره في الروفيكس واخا عنده اللهجه الشماليه وانما في التراكاس ديالو ما كتبانش مره الناس اللي ما كتعجبهاش اللهجه الشماليه ولا كتجيو من بنته واش من نيتك اصاحبي المهم علينا كيف ما سمعتوا كلاشات كانوا على ديدين كانون ولد قريه صراحه تاع العاصر كيف ما قال سما هذه غير نقطه في وسط البحر هذا ماشي كلاش ولكن نقطه في وسط البحر كيف ما سمعتوا الكلاشات باينين وواضحين وغالبا في التراك هذا كان قطر على ديدين كانون حيت هو اللي جبد الراب المغربي في التراكاس ديالو دونك يتسنى حقه في هذا الجيم وندموا على جبده بالروز دونك بلا ما تقولوا احنا اللي جبدناكم وكذا راه داكشي باين اما واحد الشخص اللي ما دويناش عليه بزاف ما عطيناش حقه في هذا الفيديو هذا اللي هو سماكين فريمون صوته مهيب والفلو ديالو هارب بزاف كنلاحظوا الراب بحال هكا كيخسر قيمته الدراري ولكن ما كنقصدش الوربه كاملين وانما بعد فئه معينه وهادشي اللي كاين الدراري ويلكم باك تو ذا جيم خير روفيكس ان شاء الله ما كاين عا كلاشات واللي عواج نقدو وفي الاخر هاد الحرب كلاشات كتبقى غير لعبه اللي نهزو بها النيفو ديال الراب وهادشي اللي كاين الدراري عجبتك الريفيو ما تنساش تعمل واحد اللايك واحد سبسكرايب واكتيفي الجرس باش يوصلك النوتيفيكاسيون ديالي يعني في اي جديد تبقى توصل به حتى الاولاني بيس الرجال كان معكم زيد الخياطي
نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.